السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وأهلا وسهلا بيكم. النهاردة جبت لكم وصفة رهيبة، وصفة مجربة شخصيا مني. الوصفة دي أنا ابتديتها من أسبوع وزاد وزني 3 كيلو، ده غير أنه شهيتي للأكل فتحت جدا جدا، لأنه في شهر رمضان كانت شهيتي قليلة جدا، ده غير أني فقدت وزن كتير. النهاردة حبيت أشارك معاكم الوصفة دي حبايب قلبي، لأني شفت كتير على اليوتيوب بنات بيعانوا من قلة الشهية ونقص في الوزن، وإن شاء الله الوصفة دي هتحل المشكلة دي طبعا مع المداومة عليها. بالنسبة للبنات اللي عايزين زيادة الوزن بسرعة، لأنه الوصفة دي بتزيد وزنك بسرعة جدا، وطبعا زي ما قلتلكو لازم المداومة والاستمرارية عليها وبالطريقة اللي هقولك عليها. طبعا هي وصفة سهلة وبسيطة وبمكونين فقط. هبدأ على بركة الله أقولكم الوصفة مكوناتها وإيه هي الخطوات اللي لازم نتبعها عشان يزيد وزننا بسرعة. المكون الأول هنا هو الحلبة. الحلبة معروف عنها بتفتح الشهية وتفتح النفس للأكل، ده غير انها لوحدها بتزيد في الوزن وبتسمن المناطق الأنثوية وبتخليكي تاكلي طول اليوم. وقبل استعمال الحلبة لازم تنظفيها كويس وتغسليها وتنشفيها كويس. تاني مكون هنا عندي العسل. اي عسل عندك، عسل سدر او عسل برتقان او عسل اسود، ما عندكيش عسل ممكن تحطي بداله مرملادة، مربى مشمش او مربى فراولة حسب الفاكهة اللي انتي تحبيها. نبدأ نحضر وصفتنا على بركة الله. اول حاجة اجيب طحانة واطحن الحلبة كويس جدا لغاية ما احصل على بودرة ناعمة. انا عملت في الطحانة كمية قليلة جدا، بس انتوا ممكن تضاعفوا الكمية اللي تكفيكم لمدة اسبوع او اسبوعين. زي ما انتوا شايفين انا همرر البودرة بالمصفاية عشان احصل على بودرة ناعمة، وبعدين ارجع الحلبة اللي ما اتطحنتش كويس ارجعها للطحانة. حبايب قلبي دي بودرة الحلبة بعد ما طحنتها ومررتها في المصفاية. قبل ما نبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا لازم اقول لكم حاجة على الحلبة وليه هي بتزيد الوزن لوحدها. احيانا البنت او الست بتعاني من خلل في الهرمونات اللي بيسبب لها العديد من المشاكل الصحية والجمالية، واولها بتفقد حجم المناطق الانثوية، مثلا صدرها ينزل ويبتدي يترهل، وكمان المؤخرة حجمها بينقص او بيقل. دي كلها بسبب خلل في الهرمونات دي، ودي طبعا اول اعراض الخلل الهرموني، ده غير انه بيكون مشاكل اخرى مثل الارق وعدم انتظام دورات النوم وبروز حب الشباب وصعوبة في التركيز والتفكير، ومثلا اشتهاء أطعمة معينة مثل أطعمة حلويات وتقلبات في المزاج، ده غير مشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان للشهية وصداع شديد خاصة خلال الدورة الشهرية، ده غير الجفاف المهبلي والتعرق الليلي وانخفاض الشهوة عند الستات، وطبعا زي ما قلت لكم تغيرات في التدين والمؤخرة والمناطق الأنثوية عامة. وبإذن الله كل المشاكل دي هنعالجها بالمكون ده اللي هو الحلبة، لأنه بذور الحلبة تحتوي على مركب يسمى الديوسيجينين، وهو مركب يعمل بطريقة شبيهة لهرمون الاستروجين،
وتعتبر الحلبة علاج شائع تم استخدامه منذ القدم لعلاج خلل الهرمونات في الجسم، لا سيما عند سن اليأس. وطبعا مع المداومة على الوصفة دي أو على بذور الحلبة بترجع انتظام الهرمونات، وبالتالي بروز المناطق الأنثوية من جديد وبشكل حلو ودائري. عشان أعمل الوصفة قدامكم أحط معلقتين حلبة، وأضيف عليه معلقة عسل، وبعدين أقلب المكونين دول. وطبعا زي ما قلتلكو في بداية الفيديو، ما عندكيش عسل حطي مرميلادة، أو فيك تحطي الشوكولاتة. البنات اللي بتحب نوتيلا مثلا ممكن تحطوا بدل العسل شوكولاتة، او مربى الفواكه فراولة او مشمش اللي متوفر عندك بالبيت. انا عملت الكمية قليلة بس عشان تشوفوا الخلطة قدامكم، بس انتوا تضيفوا او تضعفوا المكونات بالطريقة دي. ده او فيك تحطي الشوكولاتة. البنات اللي بتحب نوتيلا مثلا ممكن تحطوا بدل العسل شوكولاتة، او مربى الفواكه فراولة او مشمش اللي متوفر عندك بالبيت. انا عملت الكمية قليلة بس عشان تشوفوا الخلطة قدامكم، بس انتوا تضيفوا او تضعفوا المكونات بالطريقة دي. مع كل معلقتين مربى او معلقتين شوكولاتة او معلقتين عسل حطي معاه 3 معالق حلبة. تمام، تحبي تضعفي المكونات تحطيها بعدين في برطمان زجاج واحتفظي بيها في التلاجة، مفيش مشكلة. نيجي لطريقة الاستعمال، ودي هي اهم مرحلة عندنا، وهي كالتالي: معلقة كبيرة قبل الفطور، ومعلقة كبيرة قبل الغداء، ومعلقة كبيرة قبل العشاء. يعني معلقة قبل كل وجبة، ولازم تكون معلقة مليانة. وطبعا ما تخافوش من طعم الحلبة، فطعم العسل بيكون طاغي على طعم الحلبة، او لو حطيتي مثلا مربى او شوكولاتة فطعم الحلبة ما بيبانش خالص. اما بالنسبة لريحة الحلبة اللي بتطلع مع العرق، فنمسح كل يوم صبح تحت الإبط بخل التفاح، او تاخدي نص ليمونة وتفركي بيها تحت الإبط، مش هتطلع ريحة الحلبة خالص. اما بالنسبة لريحة الفم، فكلي بعد كل وجبة تفاحة واحدة. دي كانت وصفتنا النهاردة لزيادة الوزن وتسمين المناطق الأنثوية. بجد الوصفة دي تحفة، جربوها وادعولي، وما تنسوش حبايب قلبي تعملولي لايك وشير، وتشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم عشان الكل يستفاد، وطبعا عشان تشجعوني احط وصفات جديدة. شكرا لكم على تشجيعاتكم ودعمكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.